السلام عليكم خوتي، واخيرا كملت لي كنترول. وبهذه المناسبه قررت ندير فيديو. الفيديو تاع الخطره هذه راح يحكي على احسن انميات اللي راح يخرجوا في هذا العام 2017. وبما انه بزاف من الناس طلبوا مني اني نبدل الباك جراوند، هاني بدلت لكم الباك جراوند كما راكم تشوفوا. مي الخطره هذه شويه فارغه، الخطره الجايه راح نعلق هنا شويه تصاور وبيع ونبهي الحاله. بلا ما نطول عليكم، بقاو معنا. كيما كاين انيميات ملاح هذا العام، كاين تانيك حاجه اسمها الانيم موفيز. عم بالي بلي بزاف من الناس ما يحبوش يتفرجوهم، وانا منهم تانيك. بصح العام هذا على غير شكل. تما قبل ما نروح للانيميات لازم نفوتوا على الانيم موفيز اللي راح يخرجوا هذا العام. نبداو اول حاجه مع اني بلاك باتلر ولا كوروسيتشوجي باليابانيه، اللي صدروا هذا العام فيلم باسم بوك اوف ذا اتلانتيك في 21 جانفي. تما اذا كنت فان تاع بلاك باتلر ومازال ما تفرجتش الفيلم، غير زرب تفرجوا قبل ما يفوتوك صحابك. والفيلم الثاني هو فيلم فيت ستي نايت هيفنز فيل، اللي كان من المقرر انه يخرج فيلم واحد، بصح كان اخبار تقول باللي راح يخرج في 3 افلام. وهذه حاجه مليحه بزاف، خاصه للناس اللي تفرجوا فيت زيرو وفيت ستي نايت، لانه الفيلم راح يكون دموي بزاف وراح يحكي على قصه ساكورا ماتو اخت رين توساكا. المهم اللي فان تاع فيت زيرو تحيه كبيره لكم، لانه فيت زيرو بكل صراحه واحد من افضل الانميات اللي تفرجته في حياتي. ما كانش خبر تاكد على موعد صدور الفيلم مازال، وفي حال صدور اي خبر كما راكم عارفين راح تلقوها في لاباج فيسبوك اللي راح ندير اللينك تاعها لتحت في الديسكريبشن. والفيلم الثالث اللي راح نشوفه في الفيديو هذا هو فيلم استناوه بزاف من الفانز تاع ساو، هو فيلم سورد ارت اونلاين اوردينال سكيل، اللي راح تحكي على لعبه اسمها اوردينال سكيل بدات تنتشر في هذاك الوقت وبداو يصراو فيها حوايج ماشي مليحه. وقلت اكيد صاحبنا كيريتو وجمعته راح يكونوا في اللعبه هذيك، تما نفس السيناريو تاع الانيم باسم مختلف، وهذا الشيء اللي ما يخلينيش نتحمس له بزاف. يعني واحد ما ينكر انه الانيم تاع سورد ارت اونلاين كان في انيم ممتاز وفي القمه، بصح المعاوده تاع نفس السيناريو في كل خطره بدات تخلينا نكرهه منه، مع انه قادرين يبدلوا شويه في السيناريو وينقصوا شويه من اوفر دوز رومانس اللي دعسونا بها في الانمي. تما انا واحد ديجا مانيش متحمس نتفرج الفيلم، غير في حاله اذا ما تفرجوا اصحابي ولا عباد هكذا وقالوا لي بلي مليح، في هذاك الوقت راح نتفرجوا. والفيلم الرابع راح يكون فيلم كيزومو نغاتاري ريكيتسوين. مانيش مصدق اني نطقته بشكل صحيح، لاني يومين وانا ننطريني عليه، اللي راح يختم ثلاثيه الافلام تاع ريكيت. والله ماني راح ننطقه خطره واحده اخرى، ديجا نطقته وهذاك هو شغل غير نحو منه. ريكيتسوين برك اللي تعرض الفيلم تاعها الاول في 2015، ما عنديش معلومات بزاف على الفيلم هذا، بس على حسب واش قريت عليه باين بلي فيلم مليح بزاف. المهم نوعدكم اني راح نعطيكم رايي في حالتي اذا ما تفرجتوا، مع اني مش كيتش راح نتفرجوا لاني مانيش فان تاع انيم موفيز، غير اذا كان الفيلم صح يستاهل نضيع ساعتين من عمري على جالو. نو اوفنس للانيم موفيز فانز. والفيلم الخامس راح يكون فيلم كوروكونو باسكت لاست جيم، اللي راح نشوفوا فيه ماتش بين جينيريشن اوف ميركلز ولا فريق المعجزات بلاس كوروكو بلاس كاغامي كونتر فريق امريكي. ومؤلف المانجا تاع كوروكو بحد ذاته كتب اوريجينال ستوري ولا سيناريو سبيسيال للفيلم، يعني الفيلم ما راحش يكون تابع الانمي وفي نفس الوقت راح يكون تكمله للجزء الثالث تاع الانمي. ما تسيوش تفهموا واش قلت هذا وين، لاني حتى انا ما فهمت واش قلت. والفيلم السادس اللي كان المفروض يخرج العام اللي فات واجلوه العام هذا هو فيلم جياكوساتسو كيكان. عباليش على الجابانيز بيبول المصرين انهم يسميو الانميات تاعهم باسم كومبليكي بزاف وطويل، تما ماهوش دايرين حساب انه غيرهم راح يتفرج الانيم هذا. ايماجيني وحنا نخرجوا انيم ونسميوه معدنوس ولا برقوق، يرحم دابا كيفاش راح ينطقوه. المهم المعنى تاع الاسم هذا كاع هو جهاز الإبادة الجماعية. الأنيم راح يحكي على عصر الحرب على الإرهاب، وين صارت مجزرة في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، وهذه المجزرة هذه كانت البداية تاع مرحلة تخريب العالم. وعندنا شخصية رئيسية تاع الفيلم اللي هي العميل كلافيس شيفرد، اللي راح يجري مور شخصية أمريكية غامضة اللي كانت هي السبب الرئيسية في تخريب العالم هذا، وين يحوس يلقى الجهاز اللي تسمى عليه الفيلم. ما كانش أخبار مؤكدة مازال على موعد صدور الفيلم، وفي حال صدور أي خبر كما قلت لكم الخطره اللي فاتت راح تلقوها في الفيسبوك فيسبوك اللي راح تلقاو اللينك تاعها في الديسكريبشن. ما نزيدش نعاود، اوكي ما نزيدش نعاود. شركه توزيع الافلام اليابانيه غاغا
حلت ويب سايت باش تكونفيرمي انه فيري تيل راح يصدر له فيلم الدوزيام هذا العام باسم فيري تيل دراغون كراي، وبالتحديد في افريل. يعني الفانز تاع فيري تيل واش نقول لكم، ربي يصبركم، فيلم خير من والو. والفيلم الثامن راح يكون اول فيلم الانيم نو جيم نو لايف اللي ما كانش معلومات بزاف على موعد صدور تاعو. واللي ما يعرفش الانيم ولا مازال ما تفرجوش، نوعدكم اني راح ندير ريفيو عليه في اقرب وقت. والفيلم الاخر اللي راح نختمه به سلسله تاع الافلام هو تانيك اخر فيلم في سلسله ايفانجيليون غنيه عن التعريف، اللي راح يكون اسمه 3.0 بلس 1.0 ويساوي 4.0. ما ديروش عليا هذا وين كملت لي كنترول. ودوكا نجيو لأهم فقرة في الفيديو تاعنا، وهي أفضل أنيميات اللي راح يخرجوا هاد العام ولا خرجوا ديجا لأنه روتر كما كل خطرة. نمبر 10 سايكو كوسو. في الحقيقة ما هوش هذا هو اسمه الكامل لأنه كان بارتي ما قدرش نقراها. المهم الموسم تاعو الأول خرج العام اللي فات وكان من أحسن الأنيميات اللي خرجوا في 2016، وكان بزاف من الناس يقولوا بأنه قادر يخلف جينتاما، خاصة بما أنه جينتاما كما عبالكم وعبالي أنا يعني ما كلها. المهم الموسم الثاني بتاع هذا الانمي راح يخرج هذا العام ويتوقعوا انه يكون في الصيف. نمبر 9 بوكونو هيرو اكاديميا سيزون 2. الموسم الثاني تاع بوكونو هيرو اكاديميا راح يحكي على ارك سبورت جيمز في المانجا، واللي قراوا المانجا يعرفوا بانه الموسم الثاني راح يكون خير بزاف من الموسم الاول. يعني تبي الحقيقه مازال تفرج الموسم الاول، بصح على حسب واش سمعت ملي تفرجوه يقولوا بلي الانمي بزاف مليح، والحاجه اللي ما خلتنيش انه نتفرجوا في وقته وهي الكاليتي تاع الرسم اللي بانت لي شويه قديمه وما عجبتنيش. نمبر 8 بلاك كلوفر. السبب اللي خلاتني اني نحط الانيم هذا في توب 10 هي انه المانجا تاعو حققت نجاح كبير في اليابان، والدليل على هذا الشيء انه مازال ما كملتش عامين ملي خرجت في المجله الاسبوعيه تاع تشومان جامب، ومع هيك قرروا يخرجوا له انيم هذا العام. واكثر من هذا الاستوديو اللي حكم الانيم هو استوديو بيروت. اللي ما عرفش استوديو بيروت هو اللي حكم بليتش وناروتو. يعني شك كبير انه الانيم راح يكون طويل وماشي تاع سيزون وبلب، يعني تقدروا تقولوا باللي ريحه الفيلرز بدينا نشموها من دروك. راك حبيت نزيد حاجه انه تشون جامب ما عندناش بزاف من لي بوستات على تويتر، وقلت سوري الانيم تاع بلاك كلوفر ما عندوش موعد محدد مازال. وعدت المتتبعين تاعها انها راح تدير مقابله مع تاباتا سينسي المانجاكا تاع بلاك كلوفر، يعني الانيم قادر ما يخرجش لها من الاخر. نمبر 8 او نو اكزورسيست سيزون 2. نو ما غلطش. في المرتبة هذه راح نحط زوج انيميات لاني ما قدرتش ندخل على واحد منهم، وفي زوج يصلحوا يكونوا في المرتبة هذه. يعني راح نشبع بكلمة سيزون 2 في هذا الفيديو لانه بزاف الانيميات راح يخرج لها سيزون 2 في هذا العام. وشكون ما يعرفش بلو اكزورسيست ولا المعوذ الازرق؟ وبعد ما غاب علينا اكثر من 6 سنين وبعد ما رهجونا بالفيلرز في الجزء الاول، قرروا باش يخرجوا له جزء ثاني هذا العام. الانيم بدا ديجا في 5 جانفي، وراح ندير فيديو صغير على الفيرست رياكشن ولا الانطباع الاولي تاعي كنت تفرج الحلقات الاولى تاعو. نمبر 7 باروتو. ايه كيما سمعتو، حتى انا تشوكيت كي عرفت بلي باروتو راح يخرج هذا العام، خاصة بما انه المانجا تاع باروتو مانجا شهرية والانيم تاع ناروتو شيبودن مازال ما كملش، وكانت قال اخبار تقول بلي راح يخرج بعد عوام. صح بوم جابوا المانجا تاع ناروتو، عطاوه شويه دراهم قالوا له خدم لنا سيناريو تاع انيم وخرجوا لنا الانيم. بصح شك كبير انهم داروا العشاء هذه باش يعوضوا التبهديله تاع ناروتو شيبودن اللي الارباح تاعو هذا العام، وتانيك التبهديله تاع المانجا تاع باروتو اللي مازالها تعاود في الاحداث تاع الفيلم. مانيش حاب نطيح لكم مورا، يعني حتى انا نتمنى انه الانيم يكون مليح، برك مانيش حابهم يعودوا الفيلم، مانيش حابهم يعودوا الفيلم. يعني ما كانش واحد مازال ما تفرج الفيلم، تما اذا معولين نجيبوا بين 20 حلقه وانتم راح تعودوا الفيلم غير نسوا بلي راح نتفرجوه. نسوا. نمبر 6 شتاينز جيت زيرو. يعني والله ما لقيت انا واش نقول على الخبر هذا، تنمو مليح بصح كاين بزاف ناس ما عملهمش. اللي كاينه حلقه خرجت في 2015 وكانت الحلقه رقم 23 من الانمي. الحلقه ما كانش عندها علاقه بالانمي تاع شتاينز جيت فيرست سيزون، بصح السيزون دوزيام اللي هو شتاينز جيت زيرو راح يكون تكمله للحلقه هذه. تسمى اللي مازال ما تفرجش الحلقه هذه ماذا به يتفرجها قبل ما يبدا يتفرج لسيزون 2. نمبر 5 ناناتسو نو تايزاي سيزون 2. ايه كما قلت لكم في الريفيو، الموسم
تاني تاع الخطايا السبع راح يخرج هذا العام، واللي مازال ما تفرجش ريفيو يكليك هنا. وبما انه نهضروا على هذا الانيم حبيت برك نصحح حاجه قلتها في الريفيو، وهي انه المانجا تاع ناناتسو نو تايزاي عندها ون شوت وحده. المهم لقيت بان المانجا عندها 203 فصل، والموسم الاول تاع ناناتسو نو تايزاي غطى على 100 فصل ضربه واحده. وانا نقول على هذا الانيم كان ملغم فايت، كانوا صح مقلقين، وان شاء الله يبقوا مقلقين في السيزون 2 وما يعدهمش المارتا ناروتو. المهم ما كانش اخبار مؤكده ان الانيم راح يخرج هذا العام، بصح مادام المانجا فاتت 200 فصل والموسم الاول تاع ناروتو انتايز حقق ارباح خرافيه في اليابان، والموسم الثاني كان مقرر يخرج العام اللي فات بصح خرجوا ربع اوفات في بلاصتو وقولبونا، يعني ما عندهمش عذر هذا العام. نمبر 4 جينتاما 2017، يعني المعنى الحقيقي اي دون نو وات تو فيل. كنتسمع باللي كاين موسم جديد تاع جينتاما راح يخرج هذا العام وتفرحوا كاع، بصح كنتسمع باللي راح يكون الاخر يتحكمك فويت في عينك وتبدا الدمع. المهم المانجا تاع جينتاما مازال ما كملتش، يعني كاين احتمال كبير انهم راح يديروا اللقطه هذيك تاع يخلصوهم في زوج على ضرب. كما قلت من قبل ما تعرفوش كاين انيم سايكوكوسو اللي نصحكم بزاف انكم تفرجوه، بالك يكوفري على لافويت هذيك اللي كاينه في عينكم. ومن هنا دخلنا للتوب 3 وبدات تبان معوده العام في الافق. نمبر 3 كود جياس سيزون 3. الحاجه اللي قلقتني كي سمعت الخبر هذا انهم راح يخربوا النهايه تاع سيزون 2 اللي كانت اتم معنى الكلمه من احسن نهايه اللي شفتها في عالم الانمي، لانهم خلاو الفانز تاع كود جياس ينقسموا لفريقين، واحد يقول ليلوتش مات واحد يقول ما ماتش، مع انهم اعطوا تلميح في الاخر انه ليلوتش ما ماتش، يعني السيزون 3 جا باش ياكد انه ليلوتش ما ماتش. نتمنى برك انهم داروا سيزون 3 باش يكملوا الحكايه وماشي باش يربحوا دراهم، يعني في الاخر اذا خربوه نديروا احنا انه سيزون 2 هو اخر سيزون وكي شغل ما شفنا والو ما صرا والو نورمال. الصلعه راح تولي هذا العام باش تبرق مع الموسم الثاني. نمبر 2 ون بانش مان سيزون 2. الصلعة راح تولي هذا العام باش تبرق مع الموسم الثاني الرجل الوحيدة ون بانش مان. تبان لي طولوا شوية في الإعلان هذا لأنه ون بانش مان الموسم الأول حقق أرباح خرافية في اليابان والعالم بكل، يعني كان نورمالمون يخرجوه ديريكت بعد السيزون الأول. نتمناو برك يكون مليح كيما الأول، ومن درك نوصيكم ما كان له المقارنات هذيك تاع شكون أقوى سيتاما ولا جوكو، مع أنه سيتاما بينه هو اللي أقوى. المهم ما كان لها ترهجونا بهم بليز دونت. باين باللي شنجو كونكيوجن سيزون 2 باين شكون غيره. واخيرا 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 الموسم الثاني الهجوم العملي الانيم اللي فجر العالم ماشي غير اليابان راح يخرج هذا العام، وبعد ما استنيناه 4 سنين وكل عام يقلبونا ويقولوا لنا باللي راح يخرج هذا العام، بصح الخطرة هذه الخبر رسمي وراح يخرج في الربيع. ايماجيني برك يلحق افريل ومن بعد يقولوا لنا باللي الموسم الثاني هو كذبة افريل، واش تكون الرياكسيون تاعكم بلا اصطياح. وهكذا نكون كملنا الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ولقيتوا فيها اخبار جديده ما كانش عندكم بها من قبل. ما تنساوش برك ديروا سبسكرايب ولا ابوني ولا متابعه لاشين باش يلحقكم جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس. ايه ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات الاخرين، واذا عجبكم اي فيديو بارطاجيوه مع اصحابكم، واذا كانت عندكم اي كيسيون ولا اقتراح حطوها في لي كومونتير هنا ولا فيسبوك وراح ريبوندي عليها في فيديو سبيسيال تاع اف ان.